لغايه من غير لسه ما تبدا حاجه. هو كان حد يسالني هناخد لحد فين؟ هناخد لحد كلمه بنكرياس. الله. يعني النهارده هخلص السالفه رجلين. بيضحكوا عليا يا مصطفى. لا تضحك معايا يعني. بيضحكوا عليا. بقول لحضرتك قول ان شاء الله يعني. قول ان شاء الله. اكتب عندك في اي حته في الكتاب. السيناي يعني ايه؟ السيناي كلمه لاتينيه معناها سكريتوري بارت اوف اكسكراين جلاند. المفروض تبقى عارف مفردها ايه؟ اسينوس. السيناي يعني سكريتوري بارت اوف اكسكراين جلاند. اسمها باللاتيني السيناي مفردها اسينوس. يعني دي كده اسمها اسينوس. ودي اسينوس ودي اسينوس. لو لقيت اسينوس بتفرز ووتر يبقى اسمها ايه؟ سيروس. ودي خدناها الحصه اللي فاتت. هفتكر الشيب بتاعها ايه؟ راوند والسايز سمول واليومن ناور والخلايا بتاعتها شكلها ايه؟ جراندا ولونين بيزل بيزوفيلك وامينكال اسيدوفيلك. صح. طب لو بتفرز حاجه بيسقص بنسميها ايه؟ ميوكس. ميوكس اسينوي شكلها ايه؟ حد فاكر؟ اثيوبيولار. الشكل بتاع الاسينوس اثيوبيولار يعني انبوبه ماسوره. بس انا عامل فيها ايه هنا؟ ودايما بنعمل فيها تي اس برسمها كده تي اس. ساعتها اطفال السايز ايه؟ لارج واليومن وايد والخلايا شكلها ايه؟ كيبويدال توكولاما ولونها ايه؟ بيل بيل بيسوفيل. ليه بيل؟ عشان ميوكس بيدوب. النهارده هناخد اسينوس شكلها غريب. فيها النوعين من الخلايا بتفرز باتنين اسمها سينو ميوكس. اول جمله كونتين بوث types of cells. فيها نوعين من الخلايا. خلايا هتفرز ميه يبقى اسمها سيروس سيلز. وخلايا هتفرز ميوكس يبقى اسمها ايه؟ ميوكس سيل. يعني ما عندكش خليه ينفع تفرز الاثنين. الخليه ما ينفعش تفرز الاثنين، ما ينفعش تفرز ووتر وفي نفس الوقت تفرز ميوكس. هي هتفرز ميوكس هتفرز ووتر. عشان كده يكون عندك اسيناي اسمها سيرو ميوكس اسيناي. يبقى كنتين ايه؟ بوست تايب اوف سيلز. هنبدا بمين؟ قال لك نبدا بالميوكس. عامله انبوبه يبقى اورجنايزد از تيوبيول زي ما احنا متعودين شكلها انبوبه. وبتبقى قريبه من اليومن عشان الميوكس تقيل. هي بروكسيمال باتر ده اليومن. ولقيت السيرا سيلز عامله عليها كاب. كاب. طبعا الخلايا دي لونها دارك. عشان بتصنع بروتين. دارك. اسمها العلمي سيروس ديميليون. يعني ايه ديميليون؟ ديم يعني نص هلال. يوم يعني قمر وديم يعني نص على بعضها معناها هلال. او اسمها كريسنت. لان ركز بدايه الحصه مهمه على فكره. يعني بص معايا كده. واحد يفصل لغايه قبل ايه؟ بصوا معايا يا جماعه. دي كده انبوبه اهي. اسمها علمي بيقول اسمس. اقوم عامل كده واحده ثانيه اهي. اسمها ايه؟ سيرس اسمس. دول كام اسماي؟ اثنين. واحده ايه؟ موكس. واحده اسمها ايه؟ سيرس. انا مش قصدي على دي. انا عندي اسمس واحده هحط فيها الاثنين في نفس الوقت. هقوم عامل ميوكا
السيلز عامله زي الانبوبه، قوم حاطط فوقها كام من السيرا السيلز في نفس الوقت في نفس اللحظه. فاهمين يا جماعه الفرق بين دي وبين دي؟ ده موضوع تاني. دول كام صناعي؟ اتنين. واحده ايه؟ ميوكس، والتانيه ايه؟ سيرس. انا عايز في اسمس واحده احط الاثنين في نفس الوقت. قمت عامل ايه؟ جايب الميوكس سيلز عاملهم انبوبه زي ما احنا متعودين. يبقى ذا ميوكس سيلز ار اورجنايزد از تيوبيول، واصبحت قريبه من ايه؟ من اليومن فورم ذا بروكسيمال بارت، عشان ده ميوكس تقيل. قمت جاي قمت عامل عليه كام؟ اهو كام اهو؟ طاقيه من خلايا لونها دارك. حد يقول لي لونها دارك؟ عشان هي سيرس لونها ازرق في احمر يعني. اهو اسمها العلمي سيرس ايه؟ يعني دي مليون هلال، او اسمها باسم العلم اللي وصفها كريسنت اوف جايانوزي. حد عايز يسال في حاجه؟ اه في سؤال يا دكتور. الخلايا اللي فوق دي ديستر عن اليوم، بعيد عن اليوم. افرازها هيوصل اليوم ازاي؟ عن طريق شانلز موجوده ما بين الميوكس سيلز. عشان كده الميوكس سيلز مفيش بينها وبين بعضها تايت جانكشن. كان ساعتها ده هينزل ازاي؟ المنظر في الحقيقه جميل جدا على فكره. الخلايا اللي فوق بتنزل ميه، كان هي بتمطر. تنزل على ايه هنا؟ بودره، بودره اسمها ميوسينوجين، تحولها للميوكس تاخدها وتمشي. فهمتوا؟ لكن هي نفس الفكره هنا برضه. فدي نفس الفكره برضه. بس دي هتفرز ايه؟ ميه تنزل دايركتلي فين؟ في اليومن، وبعد كده تمشي على الميوكس تاخدها وتمشي. بس هل دي ينفع اسميها سيروميوكس اسيناي؟ لا. دي اسمها سيروس انت ميوكس اسيناي. دي لوحدها ودي لوحدها؟ اه تعرف فين الدكت بتاع ده؟ دي بتصب في مكان بتاع الضغط واحده كده، او سم الضغط لون احمر. يعني الاثنين انا بستفاد منهم ان الاثنين في الاخر يطلعوا لي ميوكس. يعني واحده كده كده اهو كده الضغط. كمان بحط كده لوحدها عادي اهي. وطلع منها ضغط. دي هتفرز ميوكس، هتفرز سلايف نوعها ايه؟ سيرس فقط. دي هتفرز سلايف نوعها ايه؟ ميكسد. ميكسد هذه الميوكس ودي السيرس. ودي دي تفرز ميكسد. يعني مفيش ميوكس الا لازم ما ينفعش يا جماعه اعمل ميوكس لوحده. ساعتها عمره ما هيمشي. لكن ينفع تعمل سيرس لوحده؟ اه ينفع اعمل سيرس لوحده. هناخدها دلوقتي الباروتيد البيور سيرس. ركز معايا، عندك النوع من الاسيناي ثلاثة. اسيناي بتفرز سيرس اسمها ايه؟ سيرس اسيناي. واحدة تفرز ميوكس اسمها ايه؟ ميوكس اسيناي. ممكن اركبهم مع بعض او ممكن اركبهم مع بعض. ساعتها اسميهم ايه؟ اسميهم ميكسد جلاند. ميكسد جلاند بتكلم عن الجلاند بصفة عامة. لكن كاسيناي لا، دي لوحدها ودي لوحدها. لكن في نوع ينفع اركب الاثنين مع بعض اهو. اسمها ساعتها سيرو ميوكس اسيناي. ايه تعريفها؟ كونتين بوز تايبس، فيها نوع من الخلايا في نفس الوقت في نفس اللحظة. ميوكس اند ايه؟ نبدأ بمين؟ عشان هي بروكسيمال مترتبه على شكل ايه؟ انبوبه، بس انا عاملها تي اس عشان اعرف اشوفها كويس. اهو هي منظر عامل كده. المنظر الحقيقي عامل كده، عباره عن انبوبه وفوقها كاب. يبقى احسن حاجه نعملها ايه؟ تي اس. ادي الانبوبه اهي. يبقى ذا ميوكس سيلز اورجنايزد از تيوبيول اند فورم ذا بروكسيمال بارت اوف ذا ليومن. كاب، يعني كلمه كاب عليها كاب من خلايا سيرس اهو. وبتعمل الديستال بارت من اليومن. وعلى شكل دي مليون فسميناها سيرس دي مليون او كريسنت اوف جايلوزي. واصبح السؤال اللي واضح في الرسمه، السكريشن بتاع السيرس دي مليون بيوصل ازاي اليومن؟ عن طريق ايه؟ الشانلز. عرفت ما كان بيوصل فيه؟ ما كانش ساعتها يقول كلمه الشانلز، كان ساعتها دي بتنزل دايركت تاني. وبيس هي مش هي الخوف، وحتى ما كانش عايز ميوكس. ده دي نوعين من الاسيمال، سيرس وميوكس. ساعتها تبقى الجلاند اسمها ميكس الجلاند. هنفهم اكتر دلوقتي واحنا بنطبق في عمل. يا جماعه بنسميه تركيب عام. يشرح بالمره الماي والميثيليال سيلز. فاكرينها من السنه اللي فاتت؟ ماي والميثيليال سيلز بين قوسين اسمها التاني باسكت سيل. اكتب اول نقطه السايت. ماي والميثيليال سيلز السايت فاوند وزين ذا بيزل لامينا. مش عاجبه الجمله؟ يكتب كده لوكيتد بتوين ذا سيكريتوري سيلز اند ذير بيزمنت ممبرين. المكتوبه كده في كتاب السنه اللي فاتت. المايو بيثيليال سيلز اول حاجه السايت. فاو
اولد وسنس بيزا اللامنة اوف اجلانديولار ابيثيليوم اكتب لي مكانها اسيداي يعني انت دكت ابيثيليوم يعني الدكت يعني يبقى المال ابيثيليوم فاوند وذين ذا بيزال لامينا معنى الجمله اللي هي لوكيتد بتوين ذا سيكريتوري سيلز اند ذير بيسمنت ميمبرين الشيب بتاعها على حسب هي بتحوط مين لو بتحوط السيلس اسيناي رد يا هنا رد هنا وخلاص فاش والله يا هنا بس هو انا اصلا من رايح هو انا اصلا انا قافل الموبايل والله المايوبيسيليوم بتتحول للسيلس اسيناي حد فاكر شكل السيلس اسيناي ايه الحقيقه برتقال يبقى لازم الخلايا تكون عامله كده عامله زي الاخطبوط هايلي برانشد شفتوا اهو يبقى المايوبيسيليوم اللي بتحوط السيلس اسيناي شكلها ايه تاني هايلي برانشد يعني عامله زي كده عشان تعصر البرتقاله كويس فلما تضغط بس في الافراز طب افرض احنا عايزين نحوط لميوكس اسيناي الميوكس كمان شكلها في الحقيقه انبوبه لو انا عملت كده هايلي برانشد وانقبض هتعمل في انبوبه هتقفلها فساعتها الخلايا شكلها تغير يبقى شكلها يا دكتور قال لك يبقى شكلها سبندل عامله كده في وجهه نظرك تبقى لونجيتيودنال ولا سيمبلر بالنسبه للانبوبه؟ سيمبلر هتقفلها لونجيتيودنال هتقصرها فساعتها تمشي الافراز متخيلينها؟ ولا حاجه مش بص معايا دي كده ميوكس هيك عباره عن ماسوره عايز احوطها بمايوبيثيليال سيلز المايوبيثيليال سيلز شكلها انا ايه؟ سبندل عامله كده سبندل عامله كده هل هحطها بارل للونج اكسس ولا احطها بربنديكولار لو انت حطيتها كده وانقبضت هتعمل في البوابه هتقفلها كده احنا اسمها سيركولار لكن لو انت حطيتها بارل للونج اكسس يعني لو كوتيودينال لما تنقبض بتعمل دي هتقصر مقتنعين ولا ايه؟ كان اهو المايوبيثيليال سيل شكلها ايه؟ لو بتحوط السيرس اسيناي السيرس اسيناي فوقها برتقانه تبقى انت فاهم اهو اللي بتحوط السيرس اسيناي دي برتقانه فبتبقى الخليه هايلي برانشد يعني عامله زي صوابعي كده اهو عشان كده معاك وليت النمبر واحده بس كفايه على فكره شفت عامله كده واحده بس كفايه تضغط على البرتقانه وتعصرها لكن في حاله الميوكس اسيناي يعني ميوكس اسيناي ماسوره لو عملتها هايلي برانش ده اهي وانقبضت هتعمل ايه في الانبوبه تقفلها لكن لا انا هجيبها سبندل واحط واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا حاطط كتير اصبحوا بقى الا اللونج ابسس يعني لونج جيودينال لما ينقبض هيعملوا في الانبوبه يقصروها فيمسكوا الافراز. فهمت؟ النقطة اللي بعد كده تركبها فيها من جوه اكتينومايوسين كونتين اكتينومايوسين ذا سيتوبلازم ريتش ان اكتين اند مايوسين وظيفتها ايه؟ كونتراكشن تقوم تعمل بريس على الاسيناي فتعمل ريليز للسكريتوري بروتكت انتو ذا لون اوف ذا ضغط واخدنا السنة اللي فاتت على فكرة مايوبيثيليال سيلز الكلمه زادت الشيء هي دي المعلومه زادت بتاعت السنه دي لكن السنه اللي فاتت واخدين السايت حد يقول لي تاني مايوبيثيليال سيلز بتاعها فين فاوند وذين ذا بيزا لما كتبت وذين جوه الجاكيت اللي انت لابسه يعني لو واحد لابس جاكيت هي محطوطه ما بينه وما بين الجاكيت فاوند وذين ذا بيزا لامينا في الاسيناي وفي الضغط النقطه اللي بعد كده شكلها مهمه جدا السنه دي لو هي بتحوط السيرس اسيناي وشكلها ايه؟ ليه هايلي برانش؟ لان دي شكلها برتقاله. لان السيرس اسيناي عامل زي البرتقاله وانت عايز تعصر البرتقاله بعصرها كده. فساعتها الخليه هايلي برانش وكفايه خليه واحده او خليتين بالكتير. لكن لو هي ميوكس يعني ميوكس انبوبه ميوكس تقيل لازم احط ميه بثيليا كتيره. فجبت واحده ايه؟ المنظر ده بيسميه ايه؟ سبندل يعني سبندل يعني مدببه بالطرفين. يبقى انا كلمه مغزليه الشكل. وتخيل في النص حط واحده هنا وواحده هنا وواحده ووصلوا بعض واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا واحده هنا اسمهم لونجيتيودينال لما ينقبضوا يعملوا ايه؟ يقصروا الانبوبه خلاص؟
يبقى بارالل تو ذا لونج اكسس اند سبندل. الخليه في اي فورم؟ سيتوبلازم في ايه؟ اكتين ولا سي؟ اللي اسمهم يا جماعه مايو فيلمنت، اسمهم السنه اللي فاتت، اكتب عليهم مايو فيلمنت. الاكتين والمايوسين اسمهم مايو فيلمنت. ليه معنى الجملة بتاعت اللي هو سيران سيروس اسيناي زوس اسوشيتد وز ميوكاس اسيناي ان انتر كاراتيد دوتس ايه؟ ايه انتر كاراتيد دوتس؟ ولا حاجة زي ميوكاس اسيناي بالظبط، بس لسه ما خلاص؟ طيب الانتر كاراتيد دوت اعتبرها على وزن ميوكاس اسيناي، ضغط برضه اسمها انتر كاراتيد دوت. تاني اهو الشيب احتمالين اللي سرعوا دي سيروس اسيناي شكلهم هايلي برانشد، واللي سرعوا دي ميوكاس اسيناي معاهم كمان الضغط سبندل اند بارل لونج اكسس. خلاص انسى كلمه التقاليد دلوقتي. السيتوبلازم مليان ايه؟ اكتيلو مايوسين يعني مايو فيلمنت. لو عملنا كونتراكشن نعمل بريس على الاسينوي فنعمل ريليز لايه؟ السكريشن. عشان يمشي في اليوم. صح يا هلا؟ فاهم حاجه؟ ما تكتبش فاهم. جاي متاخر. جاي متاخر عايز تفهمي. اللي قاعدين بيهاجموا الحمد لله على السلامة. ما يوصلها بسهلة على فكرة. تدخل على الضغط سيستم. فاهم من أول بقى هنا يا هنا. ضغط سيستم. إيه؟ لا مش عارف. نفس الشكل برضه. نفس الشكل. خلاص؟ هو فوق السيرة سريع طبعا ما يزيد. بس مش محتاج ان هي اصلا فوق. طب الجرافيك هتنزل السيتويشن. المهم زي ما هي. الكبسول بيطلع منه اهو حاجه اسمها سيبتم. يعني سيبتم فواصل قسمت الجلان الى لوب، ده لوب وده لوب وده لوب وده لوب. بعد كده عملت ايه؟ دخلت جوه اللوب لقيته متقسم تاني اهو. بصوا ده برضه اسمها سيبتم، بس احنا بسميها ايه؟ يبقى ده كده اسمه العلم ايه؟ لوبيول. المفروض ارسم جواه شبكه عامل كده اسمها العلم ايه؟ باك جراوند. بس تبقى محتاجه سبيشال ستين على فكره عشان تظهر، محتاجه سيلفر. ده كله اسمه ستروما. برسوم عباره عن كبسول وسبته وباك جراوند. ندخل على البارينج بقى تتكلم. البارينج ما جزئين، ده الجزء الاول الدوائر دي او الانابيب دي هتقول اسمها ايه؟ اسيناي. اسمها سكريتوري بارت. اللي تلات احتمالات اما سيروس اسيناي ميوكاس اسيناي او سيروموكاس اسيناي. دلوقتي بقى عايز اخد الضغط سيستم ازاي اللي هنا اطلعه لحد ما اوصله للماوس للاورال كافيتي. ممكن نبدا من هنا. في عندي ضغط حطها في الاناتومي عشان دي بتتشاف اسمها مين ضغط.
اللي بتفتح في الاورال كافيتي الانر سيرفيس اوف ذا تيث اوبوزيت للسكند ابر مولر توف حطها في الاناتومي. المهم المين دكت دي لما تدخل هنا فرع يطلع فوق وفرع يمشي هنا وفرع يمشي هنا. فرق اسميها ايه؟ انترلوبر صح؟ والمين دكت دخل جوه الرز الجلاني فتفرعت فرع يمشي هنا وفرع يمشي هنا وفرع يمشي هنا كده. الضغط ماشيه فين؟ ما بين اللوبيول ما بين اللوب اللي بتتكلم ما بين اللوب واللوب ما بين اللوب واللوب ما بين اللوب واللوب فاسمها انترلوبر. ارجع الانترلوبر اللي هنا تدخل اللوب تقوم تدي فرع هنا وفرع هنا وفرع هنا وفرع هنا كده فرع ماشي بين مين بتقول ايه؟ اللوبيول واسمها انتر لوبيولا. وصلت تعمل ايه؟ تدخل جوه اللوبيول اهو يبقى اسمها ايه؟ انترا لوبيولا. تتفرع فرع يجي هنا وفرع يجي هنا وفرع يجي هنا وهكذا. كل فرع ساعتها سميه بقى الاسم الغريب احنا بنفهم شويه انتر كاليتد. اقول تاني في طريق رئيسي اسمه ايه؟ طالع من كلها من كل البروتو جلاند وان مين ضغط فكره سميناها كومباوند. ما يعني ايه كومباوند؟ يعني برانش الضغط. المين ضغط لما تدخل جوه تتفرع فرع يمشي هنا وفرع يمشي هنا وفرع يمشي هنا. ساعتها الانبوبه دي ماشيه بتوين ايه؟ بتوين اللوبس ما بين اللوب ده واللوب ده واللوب ده واللوب ده وده وده هم سميها انتر لوبر. قمت داخل اللوب اهو دخلت اهو قمت متفرع تاني فرع هنا وهنا 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 كل هذه الافرع ماشيه بتوين ايه؟ يبقى اسمها انتر لوبيولار. انتر لوبيولار. طب دخلت جوه اللوبيولا اهو اللي هي الحته دي اسمها ايه؟ انترا. يعني ايه انترا؟ انسايد. امال انتر كان معناه ايه؟ بتوين بين. لما دخلت جوه اللوبيولا اهو مشيت شويه كده اتفرعت هذه الافرع الافرع النهائيه اللي رايحه تمسك في السكريتوري بارت رايحه تمسك في الاسيناي ساعتها اسمها ايه؟ انتر كاليتد. لكن لما اجي اشرحهم لازم ابدا اروح انتر كاليتد ده اتجاه الفلو. ما ينفعش ابدا بالمين ضغط ده امشي مع اتجاه الفلو. يعني مين رقم واحد؟ انتر كاليتد الضغط. انتر كاليتد مع انتر كاليتد مع انتر كاليتد اتجمعوا يعملوا ايه؟ انترا لوبيولار ضغط. انترا لوبيولار مع انترا لوبيولار مع انترا لوبيولار تعمل واحده اكبر اسمها ايه؟ انتر لوبيولار. انترلوبيولر مع انترلوبيولر مع انترلوبيولر يعمل واحدة أكبر إيه؟ اسمها إيه؟ انترلوبر. انترلوبر مع انترلوبر مع انترلوبر يعمل واحدة أكبر اسمها مين ضغط. الانترلوبيولر present between the connective tissue tubules يعني في connection between the tubules. اما دي اسمها intralobular دي inside the connective tissue tubule. ايه؟ حضرتك خلاص بسرعه كده عايز ايه بعد الحصه بعد الحصه يعني بعد الحصه جدا في امتحان ضغط سيستم اوف سليفري جلاند هو باراجراف صغير بس مليان كلام. ضغط سيستم اوف سليفري جلاند هكتب روم الاول الخمسه رقم واحد اسمها ايه؟ انتركاليتد. الثانيه اسمها ايه؟ انترالوبيولار. الثالثه انترلوبيولار. الرابعه انترلوبر. الأخيرة والخمسة من ضغط. كل ضغط فيه كلمتين. الكلمة الأولى تعريف. والكلمة الثانية نوع الأمثلة اللي فيها إيه؟ يلا. إيه تعريف اللي أنت بتكلمه؟ Very small duct that arises from the إيه؟ أسنان. أيوة حاجة في الأسنان. أصغر ضغط. Very small duct طبعا من الأسنان. تدخل على رقم اثنين اسمها ايه؟ انترا تبقى فاوند انسايد ذا لوبيول.
بتوين فاسيتوتو الاسينال. انا معلش يا باشا التعريف الاول، خدت تعريف اول واحده انت كاليتك يعني فين سمول بلط طلع من الاسينال. رقم 2 انترا لوبولر فاوند ان سايز لوبول. طب انتر لوبولر فاوند ان ذا كونكتيف تيشو سيتا بتوين اللوبيولز، يعني بتوين اللوبيولز ونخلص. يلا ايه تعريف انتر لوبولر؟ موجودة في الكونكتيف تيشو سيتا بتوين اللوبز. طب يعني ايه من ضغط؟ دي اللي هتفتح في الماوس. It open into the oral cavity. فهمنا؟ يبقى كل ضغط كلمتين، الكلمة الأولى إيه؟ تعريف. الكلمة الثانية اللي بيسيلي سهلة أوي. كل شوية الضغط بتكبر. فأول اللي بيسيلي كان لوكي بويدل. يبقى هو راح المطار إيه؟ لوكي بويدل. الثانية كيبويدل أعلى. فبنسميه كيبويدل اور لوكو لامنا. اللي بعدها اعلى يبقى ايه؟ كولامنا. اللي بعدها اعلى بنسميه السودو ستراتيفاي كولامنا. اخر واحده من ضغط اثنين انسيليوم. في الاول استراتيفاي كولامنا. وقبل ما تفتح في الماوس لازم تبقى زي ماوس بالظبط. تبقى استراتيفاي ايه؟ سكويتس. المثلان مش ورا بعض. اول واحده اصغر واحده المثلان نوعه ايه؟ لوكي بويدل. دخلنا اللي بعدها كيبويدل او مدي على لوكو لامنا. اللي بعدها كولامنا. اللي بعدها اعلى سودو ستراتيفاي كولامنا. اخر واحده اثنين في الاول ستراتيفاي كولامنا ثم تمام. لسه رقم اثنين. هي رقم ايه؟ اثنين. هي طماعه ليها وظيفتين، وظيفه ضغط ووظيفه سكريتوري. هتفرز. هتفرز ازاي؟ اهو تخيل شكلها ايه؟ كيبويدل. وطلع ده كده اسمه اميكال سيرفيس. وناحيه ايه؟ ناحيه اليوم بتاعه الضغط. وده كده بنسميه ايه؟ بيزال سيرفيس. لقيت هنا خطوط بيزال استرايشن. ده بالال ام. جيت ابص عليها بالاي ام لقيت فيها بيزال انفولدنج. وهنا كده في بارل ميتوكوندريا. فكده كده هيحصل فيه اكتف ايو ترانسبورت. تاخد كيونات من صوديوم من البلط وتاخده كده وتنزله فين؟ في الصلايفة. فاصبح لك وظيفة سكريتوري. على مهلك تاني. الضغط رقم اثنين. خليك فاكر ان هي طماعة. لها أكتر من وظيفة. وظيفتها الأساسية إيه؟ ضغط. الوظيفة التانية سكريتوري. إيه اللي عرفها؟ لقيت باللايت مايكروسكوب فيها بيزل استرايشن. فغيرنا اسمها على فكرة. سميتها استرايت الضغط. ليه اسمها استرايت الضغط؟ عشان فيها بيزل استرايشن. طب ايه سبب بيزل استرايشن؟ بيزل انفولدنج اوف ذا بيزل سيل ميمبرين. هتقول لي يا حبيبي ايه بيزل انفولدنج؟ انكريز السيرفيس اريا. فور حطيت ميتوكوندريا يبقى ترانسبورت عادي ولا اكتف ترانسبورت؟ اكتف ترانسبورت. وكده هتعمل ايه؟ وظيفه سكريتوري. الخليه دي بتاخد من الدم ايونات وتصبها في الصلايفة. الضغط رقم اثنين مهمة جدا جدا جدا. اسمها انترالوبيولر. ليه سميتها انترالوبيولر؟ ده موقع مكانها فاونت انسايز لوبيول. طب ليه سميتها استرايت؟ عشان الخلايا بتاعتها اللي هي شكلها كيبويدر ولوكو لامنر لقيت فيها بيزل استرايشن. فهمنا؟ ايه سبب بيزل استرايشن؟ بيزل انفولدنج اوف ذا بيزل سيل ميمبرين. بينا وبين بعض لقيتها انكريز السيرفيس اريا وبحط معاها كمان بارل الميتوكوندريا. فاكر كده خدناها السنه اللي فاتت؟ خدناها مرتين. مره في مكان الميتوكوندريا. فاكر الميتوكوندريا موجوده فين؟ ابيكال. لو الخليه ايه؟ سيليت ميدل في السبير وبيز في الاكتف انو ترانسبورتنج سيل. وخدناها برضه في البيزل سيرفيس سبيشاليزيشن في الابسيليوم. كان في حاجه اسمها بيزل انفولدنج وهيبي ديسموسوم وبيزمنت ميمبرين. هو ده بقى البيزل انفولدنج. ويا جماعه الخليه لو عايز تمتص من فوق تعمل بروجكشن اسمها ايه؟ مايكروفلوراي. مايكروفلوراي. طب عايز تمتص من تحت ما تعرفش تعمل بروجكشن عشان في خط اسمه ايه؟ يبقى الحل اعمل ايه؟ انفاجينيشن. نفس المنظر على فكره. بص دي هي دي.
بس دي في حته فوق فاضيه فسميتها مايكرو فيلاي، يعني فيلم مايكرو بروجكشن. هنا بقى في بيسمنت تمبرين قمت عامل العكس انفاجينيشن تو انكريز السيرفيس ايريا، وحاطط جنبهم ايه؟ بارل الميتوكوندريا، ميتوكوندريا كتير وبارل ده عشان تاخد في سبيس عشان اعمل اكتف ترانسبورت. فهمنا؟ لما جت الامتحان ديسكرايب داكت سيستم اوف سليفري جلاند، اول حاجه تكتب الخمسه عشان ما تنساش ما تتلخبطش، عايز تسند التركيز. الحرف هيفرق، يعني الاولى اسمها ايه؟ انتر كاليد، الثانيه انترا لوبيولار، اللي بعدها انتر لوبيولار، شبه بعض قوي. الفرق ان انت ايه؟ انترا طبعا بنبدا من الداخل، لما تجيب من الصغير للكبير يبقى انترا الاول اللي هي الداخل، ثم ايه؟ انتر لوبيولار، ثم انتر لوبر، ثم منطق. كل دكت لها سطرين، سطر تعريف وسطر ميسيليم، ما عدا رقم اثنين، اثنين الطماعه اللي لها اسمين ولها وظيفتين. يلا حد يقول لي يعني ايه فكريتي؟ فيري سمول دكت طالع من الاسيلون، بس طالع من الشقه يعني، اول دكت خالص. فيري سمول دكت ارايز فروم ذا اسيلون. اللي بعدها اسمها انترا لوبيولار، يعني فاونت انسايد ذا لوبيول. انتر لوبيولار فاونت ان ذا كونكتيف تيشو سيكتا بتوين اللوبيول. انتر لوبر فاونت ان ذا كونكتيف تيشو سيكتا بتوين اللوب. من غلط افتح الماوس اطلع الابسيليا بدانا بين اللوكي بويد رقم اثنين ايه؟ نفس مصر اسود والله العظيم مضايقاني قوي. هي لوكي بويد بعدها كيبويد بعدها كولمر بعدها سودو سلفات كولمبر، واخد اثنين ايه؟ ليه انت هنا بسلفات سكويرز؟ انا احنا هنا تحت الماوس خلي السيمتريه يعني، فلازم الضغط اللي انا فاتح الماوس تنتهي بنفس المسافه بتاع الماوس. نقول تلبسيليم بدلها بايه؟ لوكي بويد، خليك فاكر لوكي بويد بعدها خليك فاكر لوكي بويد كي بويد ثم كولمبر ثم الاعلى ما عدا رقم اثنين اسمها تاني ايه؟ اسمها دي فريزو، دي فريزو انترا لوبولار دكت اوف سليفري جلاند نيم استرايد الدكت. تقول له والله شفتها بالال ام اخبارها ايه؟ بيزل استرايشن اكتبوها ال ام اهو زي هاف بيزل استرايشن ده بالال ام ديو تو ده تفسيرها بالاي ام بيزل انفولدنج اوف ذا بيزل سيل ممبرين، يعني في كشكشه في البيزل سيل ممبرين. عملت الكشكشه جايبينها من بعض انجليز سيرفيس كيريا فور فور ترانسبورت لا اكتف فور اكتف ترانسبورت ليه يا دكتور؟ عشان معاها بارل ميتوكوندري. وترجمت الكلام ده ايه؟ ده بيحصل هنا ايه؟ سكريشن. اذا هذه الضغط ليها سكريتوري فانكشن، مال الباقي ليه؟ لضغط فقط، الباقي بيوصل فقط، بيعمل لاين فقط، لكن دي لها سكريتوري فانكشن كمان. عايز كمان ولا ايه؟ فاهم الفكره؟ طيب الحمد لله. خد بقى على الغرض الجاي. فكرت فيها دكتور. الضغط التركيب العام، هنا بقى نبدا نفهم. كنا بناخد التركيب العام للثلاث، دلوقتي هاخدهم واحدة واحدة. أول واحدة برضه الجلاد اللي أنا رسمتها. الثلاثة اللي هما الباروتيد والسبمانديبولار والسبلينجوال. فكروا عامل إيه؟ بصوا يا جماعة ده أول سنة خالص. هو أول مرة يشرح لك فيلم كريستوفر نولان. فقبل ما يدخل في الباروتيد حابب أقول لك إن في ترتيب عام ليه. أول حاجة السايز
قال لك ان هي ايه؟ largest. اكبرهم اكبر التلاته largest. السايت طبعا في الاناتومي ولا في الحته دي قدام الاير اهي الحته دي بالظبط في الفرونت اوكسيلير السايت التايب. بس ركزوا انا كنت قاسم الجلاند حسب حاجات كتيرة قوي اكمنها من قوسين حسب نوع السلايفا هتفرز ايه يعني انا ممكن اقسم حسب شكل السكريتوري موشن حسب شكل الكونتاكتنج موشن حسب النيتشر والسكريشن تفرز ايه بيور سيرس يعني ميه فقط وعلى الرغم ان حجمها كبير لكن بتفرز من 20 ل 30% من السلايفا انا حبيت اسالك سؤال كده مين اشطر الاستروم ولا البرين عندك. صح لما تلاقي جلاند كبيره قوي كده وبتفرز من 20 ل 30% قلت هم ثلاثه وهي اكبرهم هتفرز قد ايه 50% صح 60% اكبرهم لكن هي بتفرز من 20 ل 30% معنى كده ان الاستروما كتير قوي فيها نرفع كده الاستروما حضرتك كده الاستروما ايه هنا يبقى سيك ولا سيك؟ سيك طبعا بس سوبرفيشال وفي حته بوني بوني اريا كل شويه بتتخبط اكتب عندك كده اهو سوبرفيشال اند بوني اريا عشان كده عاملاها فات سيل فاكرين يا جماعه الكدني كان حواليها فات ايه اهميه الفات؟ يعمل لها سبورت ويحميها برضه ان هي برضه في حته بون صح ولا ايه؟ فنفس القصه هنا برضه مليان فات سيل يبقى الكبسول سيك انت عندك ويل ديفلوب انت مكانها سيك ومليان فات سيل بالاضافه الى ليمفوسايت وبلازما سيل حد يقول لي ليه اميونيتي مناعه عشان قلت الحصه اللي فاتت السلايفا كونتين اي جي اي انتي بوديز عشان كده ما ينفعش تبقى كده دم في بقك وعشان كده الطفل اللي مناعته ضعيفه بيحصل له التهاب في الغده النخاعيه يعني يا جماعه غده اللعابين مش فاكر ان هي سلايفا عاديه لا ده برضه اميونيتي تبع الميون سيستم فكده بيحصل لها التهاب الناس اللي عندهم مناعه قليله يبقى الكبسول سيك ومليان حاجتين رقم واحد ايه؟ فات عشان يعمل لها سبورت لان هي سوبرفيشال وفي بوني اريا رقم اثنين فيها بلازما سيل وليمفوسايت عشان تفرز ايه؟ اي جي اي يطلع من الكبسول ايه؟ سيبتا يبقى ترابيكولا اوف كونكتيشو سيبتا ديفاين ذا جلاند انتو ايه؟ لوب وربيوز رقم ثلاثه ايه؟ باك جراوند عبارة عن ريتيكولا كونكتيف تيشو نطبع كده على البارينكيما هدول كده يبقى كده البارينكيما اسمها سكيلو بارتس اسينون وين وضغط نبقى ركز معايا هنا حته صعبه جدا الحته دي يبقى البارينكيما عباره عن اسينون وضغط حد يشوف ايه انواع الاسينون سيرس وميوكس وسيلو ميوكس بصوا معايا هاجي في الباروت الجلان احط 100% سيرس اسينون احط اديم ميوكس زيرو واديم سيلو ميوكس زيرو اذا في الاخر نوع السلايفا ايه؟ بيور سيرس دي عندك مش واضحه قوي تاني البارينكي عباره عن اسيناي وضغط الاسيناي احنا عارفين من الكلام الجنرال ثلاث انواع سيرس وميوكس وسيرو ميوكس ايه النوع الموجود هنا؟ سيرس فقط 100% سيرس عشان كده نوع السلايفا سيرس بيور سيرس ساعتها لو جات لك في الامتحان تشرح مين من هناك؟ سيرس حتى يشرحها لي راوند سمول نارو اليومن فراشك لايه؟ بيراميدال نيوكليس بيزا راوند سيتوبلازم بيزا ميزوفيليك وبيزا ميزوفيليك بالاي ام بروتين سكريتنج سيلز ار اي ار وبولت وميتوكوندريا كل حاجه وازود الكون المطبوع عندك ان لقيت هذه الخلايا باز بوزيتيف يعني باز بوزيتيف يعني فيها سكر فيها كربوهيدرات وفيها بروتين لازم احفظ اسمه على فكره اسمه اميليز يعني لو جات في الامتحان سؤال ريت اشرح برضه الجلاند هتشرح لي السيرس اسامي من هناك فكانت تقول لي والله ان السكريتوري جرانيولز اللي في السيرس سيلز بي اي اس بوزيتيف عشان فيها سكر وريتش ان بروتين اسمه اميليز
كده؟ يلا يا جماعه قلتني طب الموضوع عندك ايه؟ ودي فول كده كده هنحاول ولا اشرح اشرح على طالب الاختصار مش دوت سيستم تكتب لي ان هي ودي فول بتوصف ايه كمان طالب اسمها حتى فاكر اسمهم انت كريتد انتر لوبولر انتر لوبولر انتر لوور مين ضغط ايه تعريف مين ضغط هنا بقى حد بتفتح فين ما تقوليش بتفتح في الماوس لا فين في الماوس في الانر سيرفيس اوف ذا شيك اوبوزيت السكن ابر مولر فوت صح كده بس فاستر برضه كنت بتلعب على ايه طب شرح الاول جنرال استراكشر اللي يرد اللي عشان تفهمه حلو قوي وجيت بقى في البروز ام ايه اخواتها عيد معايا تاني اخبار السايز ايه اكبر اخواتها السايت قدام الاير الطيب كنوع السلايفا نوعها ايه البيور سيرس الاستروما كبسول وسيفتا وباك جراوند نيجي بعد كده للايه البارينكيما الاسنان تلات انواع صح مين نوع موجود هنا سيرس هو شكله في الحقيقه عامل زي ايه زي البرتقال قعدوا بقى يتخانقوا يبقى كده البرونكو جلاندس نوعها ايه؟ يعني ما فيهاش انابيب فالصح يبقى نوعها كومباوند الفيولار ازاي دكتور احنا عارفين السليفري جلاند كومباوند تيوبلو الفيولار خلاص لو هتكلم بكلام عام يبقى السليفري جلاند كومباوند تيوبلو الفيولار لكن لو سالتك عن البرونكو بعينها تبقى كومباوند ايه؟ دي مطلوع عليهم اول سطح في البارينكيما طبعا ممكن تحكي من البريد كمان بسيط لا هي مش برانش الأسنى هي كومباوند ألف صح؟ هنشيلها هنشيلها هي لا مش هي لما قولك مع برانش الجلاد يعني يعني الجزء المفرز أكتر من حتة لما تكون الضغط برانش بسميها كومباوند احنا فينا اسمها كومباوند يا جماعة نوعها كومباوند ألف أو كومباوند أسنى الاثنين صح بس مش برانش بس متوقعين ليش تكلمة تيوبيلو؟ ليش تكلمة تيوبيلو؟ ما فيهاش ميوكس الميوكس هو كان عامل زي الانبوبة والسيرس عامل زي البرتقال فهي كلها برتقال البروتو جلاند كلها برتقال يبقى نوعها اسمر او الفيولار بس الضغط سيستم برانشد تبقى ايه؟ كومباوند الفيولار تمام؟ تطلع رقم اثنين رقم اثنين اسمها ايه؟ صب مانديبولار جلاند يا ابن اسمي يا ابن اسمي يا بنت اسمعي السايز مالهاش السايز بس حجمها على فكره معايا انترميديت يعني دي لارجست واخر واحده سمولست هي في النص يبقى معلش السايز مش مهم السايز نيجي للسايد كده معنى في السايد في الانر اسبكت اوف زمندوم صح في الانر اسبكت اوف زمندوم نيجي للطيب ميد سيج ميكسد سلايفا وبتفرز 60% ل 70% من توتال فوليوم اوف سلايفا اسمها ما شاء الله كميه كبيره اهو طب ان هي في النص لا كبيره ولا صغيره بس بتفرز 60% من 60 ل 70% من توتال فوليوم اوف سلايفا نيجي للستروما اول حاجه الكبسول برضه كبسول تخين طبعا بس ليه سفاك؟ حد يقول ليه سفاك؟ ايوه جوه المندب مش محتاجين بقى كتير فالفات اقل يبقى ليه سفاك؟ لسه فات سته موجوده وباك جراوند موجوده ادخل على البارينكيما الاسينال بص معايا هحط سيرس 90% احط سيرس كام واحط ميوكس وسيرو ميوكس هما الاثنين 10% بسبب يعني
مختلفه نفس الحاجه بالظبط. هقول تاني قول تاني سيرس كام في المية؟ 90. والاثنين دول ايه؟ اذا لما تقول ميكسد ميكسد صلايبة تطمني ايه؟ سيرس. هتاخد شريحة في الكلية صدمة مانديبولار جلاند هتلاقيها ميني ميكس لا حركة عارفين ليه يا جماعه؟ عشان هي متاخده من الدب اوعى تنسى متاخده من كلب والكلب عنده ميوكس اكتر خليك فاهم تمام انتبه فعلا الكلب بيريح عنده ميوكس اكتر هقول تاني اما ما فيش كلب ده هنا انا بقول لك ليه في العمل تاني احنا عندنا هنا صب دور اخبارها ايه؟ مينلي سيرس لكن لما تيجي تشوف الشريحه في الكليه هتلاقي الصب مانديبولر مينلي ميوكس انا دي صب مانديبولر بتاعت ايه؟ دوب انت بتتكلم هنا عن الهيومن خلاص فرق مين عن مين في الشريح ما احنا عندنا باروتيد سيرس احنا عندنا شريحه اسمها باروتيد كلها سيرس كده بلاقيها غامقه ازرق واحمر فهمنا دي هتلاقيها عامله زي ايه زي رغاوي الصابون فهمنا سبحان الله لو كانت الصاب مانديبولا اللي عندنا في الكليه بتاعه الهيومن كل شويه بنفرقهم من بعض لان دي 100% سيرس ودي 90% سيرس اقعد بقى ادور على ميوكس اسمها بالعافيه لكن احنا عندنا في الكليه الصب مانديبولا مليانه ايه؟ ميوكس فبنميزها بسهوله جدا بلاقيها كده باهته عباره عن رغاوي صابون يبقى تاني دي انواع الاسماي 90% سيرس و10% ميوكس ادي سيرو ميوكس وهنا يقول لك ايه بقى؟ هنا كان باص بص عشان فيها سكر وبروتين اسمه اميليز هنا البروتين اسمه لايسوزايم هنا البروتين اسمه لايسوزايم هتفكر في حصل فيها كان بيعمل ايه؟ بيكسر الورق بتاع البكتيريا اهو لايسوزايم هنا بقى مكتوب وظيفته فعلا هيدرولايز ذا وورق بكتيريا لايسوزايم وده ما بيطلع من السيرا سيلز اللي هي بتصنع بروتين نيجي للدكت سيستم برضه ويل ديفلوب بس اقول لك اول دكت شور اول دكت شور فاتحتك اسمها ايه؟ انت بكلاتي وتاني واحدة لون اللي اسمها ايه؟ انترا او استرايد الضبط والميد ضبط اسمها العلمي واركونز هتوا كيف الاناتومي؟ اسمها واركونز ضبط تفتح فين؟ حد يعرف؟ في الفلور اوف ذا هاوس اذا خلاصة الكلام لما اقول لك السبمانديبولار جلاند دي نوعها ايه؟ نوعها كسكريتوري وكبوكا بقى يا ابني نوعها ميكسد كتايب اوف سلايفا لكن عايز اقول نوعها كبارينكما كسكريتوري بورشا كومباوند اتيوبيلو الفولار ليه الفولار؟ عشان فيها ايه؟ فيها سيرس اللي هو البرتقال وتيوبيلو ايه؟ عشان فيها ميوكس طب دي هنا ولا يعني ايه سيمبل يا جماعه؟ ايوه انا عارف ان هو معنى بس اقصد ايه؟ ايه الدليل اللي هي المقاومه؟ ان اللي طالع منها من ضغط والمنتج دخل جوه اتفرعت لقيت انت جوه ولقيت انت جوه اتفرعت لقيت انت جوه معنى كلمه هي كومباوند عرفت منين فيها ضغط سيستم ويل ديفلوب ضغط سيستم فيها قنوات كتير فيها طرق كتير تبقى كومباوند ولا ايه؟ سمن تبقى ضغط واحده ودي دايما بتلاقي الجلد دي مايكروسكوبيك فهمنا يا جماعه؟ زي الليبيا زي الليجوال زي البلاطاين الجلد صغيره تبقى سمن اخبار السود جلد ايه؟ سمن لكن ماما الجلد ما ينفعش تبقى سمن لان الجلد كبيره ما دام الجلد كبيره ميجور بشوفه في الاناتومي ما ينفعش تبقى سمن لازم تبقى ايه؟ كومباوند برونر جلاند سمبل في الانتست برونر جلاند فور ابنر جلاند سمبل اي جلاند مايكروسكوب تبقى سمبل الجلاند بقى كبيره تبقى ايه؟ كومباوند يعني كده كومباوند تاني؟ اه
برانش الضغط سيستم. يعني من ضغط تتفرع من تجربة تتفرع من انترلوبلا تتفرع ايه انترلوبلا تتفرع حاجة اسمها انترلوبلا الضغط. اجي بعد كده على سكوتر بورشة اما يكون برتقال يبقى اسمها ايه؟ الفيولار او اسما او انبوبة اتيوبيولار او انبوبة وفي نهايتها كورة في نهايتها برتقالة اتيوبيولار. هنا كله برتقال لان نوع موجود ايه؟ سيروس اسينار يبقى اسمها كومباوند الفيولار او كومباوند اسينار. دي فيها بقى الثلاثه فيها البرتقال والانابيب فيها البرتقال والمواسير يبقى اسمها كومباوند ايه؟ تيوبلو الفيولار. مش حاجه اسمها كومباوند تيوبلو الفيولار. لا في كومباوند تيوبلو الكيدني. عارفين الكيدني؟ كومباوند تيوبلو يعني عباره عن حاجه اسمها نيفرون. النيفرون عباره عن انبوبه فقط. كومباوند تيوبلو كومباوند الفيولار يعني كلمه كومباوند الاول برانش الضغط سيستم. يعني بقى الفيولار السكريتوري بارت اللي اسمه العلمي اسيناي هنا سيروس فقط. والسيروس شكلها في الحقيقه راوندد برتقال يبقى نوع الفيولار. هنا بقى في سيروس الميوكس. الميوكس شكلها ايه؟ تيوبولار. مش كده هناك الحصه اللي فاتت الميوكس اسيناي شكلها تيوبولار ان شيب. والسيروس الميوكس اسيناي شكلها ايه؟ الفيولار يعني راوند. تمام؟ تطلع عصبين اول حاجه السايز ايه؟ سمولست. وهنا السايز كان ايه؟ لارجست. خليك فاكر فاروتد لارجست وسابلين دول سمولست. وهنا ما قالش اتفهمت ان هي انترميديت. نيجي للسايت دي جت قدام الاير ودي فين؟ في المندبل. من 20 ل 30% ودي ميكسد بات مينلي سيروس من 60 ل 70%. دي ميكسد بات مينلي ميوكس كيف اسكن في المية 5% ميكسد بات مينلي ميوكس. نيجي للاستروما. ركز في الجملة دي. سيم كبسول. ليه سيم كبسول يا دكتور؟ أولا صغيرة ثانيا جوه. جوه نوت سوبرفيشال تبقى ديب سن. يبقى الكبسول سن. لكن السيبتا سيك والباك جراوند موجودة. ادخل على البارينكا. ركز معايا. عارفين السيروس؟ زيرو. صفر. نو بيور سيروس اسينوي. الميوكس نسبتها 60% والسيرو ميوكس نسبتها 40%. ايه ده ابو فعلا بنوع صلايبه ايه؟ ميكس بط مين ليه؟ ميوكس. هنا يعني سبحان الله عندك نوع بيفرز ميه فقط اسمه سيروس ونوع بيفرز مخاط فقط اسمه ميوكو سيروس ميوكس ونوع بيفرز اثنين اسمه ايه؟ سيروس. هنا حطيت ايه؟ سيروس فقط. بيور سيروس 100% دي باروتد. بتطلع سيروس فلويد. جيت هنا عملت ايه؟ حطيت الثلاثة بس بنسب. خليت السيروس نسبة كام؟ 90% ونوع الدليل نسبة كام؟ فأصبح السكريشن ميكسد مضمن لي سيروس نزل مية كتير. جيت على آخر واحدة. أخبار السيروس ايه؟ نو. No pure serous. هتطلع عندكم وضوح في البارينكما. لو كده no pure serous acinoid. مفيش عندي pure serous acinoid. ما انا عندك ايه؟ هتطلع عندك ايه؟ ميكسد صح؟ بنسبة كام؟ 40% صح؟ كده بتفهم الميوكس بنسبة كام؟ اكتبها عندك في الكتاب. وكان عندك ان الميكسد بنسبة 40 تبقى الميوكس نسبته كام؟ 60 صح؟ لأن السيروس نسبته كام؟ صفر في المية سيروس 0%. خلاص؟
نوعها ايه؟ اختلفوا عليها ان هي فيها ميوكس الانبوبه وفيها ميوكس سلسله الانبوبه عليها كام؟ بس في الاخر كانت كلها زي اللي قبلها. كومباوند تيوبلو الفا. هقول تاني. هو الكومباوند ده برانش؟ فاضي يا برانش لا مش برانش في مكانها كومباوند. انت بقى برانش؟ لا صلاح خلاها كومباوند. هي اسمها كومباوند. اسمها كومباوند. سمعت عليها السنه اللي فاتت. يعني ايه برانش الكلام ده يا جماعه؟ يعني سكرتري بورشن اكتر من واحد. يعني كذا مصنع في طريق واحد. لا كومباوند على الضغط البرانش على السنه. كومباوند على الضغط والبرانش بتاع السكرتري. يبقى تاكد ان مفيش مشكله عادي خالص. يا بص يا جماعه يعني هي مننا عايزه تقول ايه؟ اسمع نتناقش في العلم يا دكتور مننا تقول ايه؟ يا دكتور ما يمكن الانتر كيد الضغط فات فيها اثنين صنان ده بس اسمها كومباوند برانشنج. لا ما سمعتش قبل كده خالص. ليه بقى؟ بعد كل هذه الطرق اجي في الاخر افتح مصنعين في طريق واحد؟ لا الكومباوند عمره ما بتبقى برانشنج. كسيكلوز بورشن اختلط ازاي طب؟ اتفضل انا شايف. على فكره اللي بياخد العلم بقى حاجه مسلم بيها ده اصلا حرام عليه. ما هو مش قران. وانا لكن على عكس العلم الجانب وتناقش وقول رايك ده رايك معتمد على علم على انت مصر على فكره والله بجد الدكتور التاني كان بيعمل ايه؟ الراجل يقعد مع دكتور مشهور قوي كده ويحفظ خمس ست روشتات ويفتح عياده كل ما يديله مريضه كاتب روشته كده هو يتخيل لكن الدكتور الشاطر اللي يبدع اللي اتعلم الدكتور كبير هو بقى يستند لكن مفيش انسان ولا يسمع الانسان هو يبقى تلميذ فالانسان مش مع بعضها فكل عامل زي العربيه كده رايح ميكانيكي لا العلم لا يقال بالبتنجان العلم لا يقال شويه علم واخلاق شويه صح في علم في يا دكتور عشان نخلص الحس لا لسه السبلينج هو هل ليها مين ضغط؟ نو مين ضغط لكن ليها سيفرال ضغط سبحان الله هي بتنفس 5% بقى فهي حسب قيمتها وعظمتها نو مين ضغط رغم ان الباروتيد كان لها مين ضغط والسبمنتيولا ليها مين ضغط دي نو مين ضغط امال هي تاني سيفرال ضغط روح افتحوا فين؟ اما في الفلور اوف ذا راوس دايركتلي او روح يفتحوا في الضغط اوف سب مانديبولار جلاند حد يفسر ليه؟ يبقى شاطر يفسر ايه؟ عشان يصير صح كده لا يا جماعه دي ينفع يبقى لها وان مين ضغط تفرز ميه دي مينلي سيرس ينفع يبقى لها وان مين ضغط لكن دي من ليه؟ لو عملت لها وان مين ضغط هتتقفل فانا عامل لها كذا ضغط هنا موضوع افراز فاوعى تنسى السبلينجوال ليها كذا ضغط نو مين ضغط ليها سيفرال ضغط انا افرازها مين ليه؟ ميوكس فهمتوا؟ فلما اقول لك خلاص احنا خلاص خلصنا والله بس اقول الكلمه دي في نفسي بس لما اقول لك ايه نوع الجلاند ابدا الاول في نوع السلايفا اسهل تكون متفق عليه دي نوعها ايه؟ ميوكس ودي ميكس فاضمين ليه؟ سيرس دي ميكس فاضمين ليه؟ ميوكس لما اجي اقول لك بقى قول لي انواع الاسينوي دي فيها ايه؟ بيور سيرس فقط ما فيهاش ميوكس خالص ده دي ولا دي؟ بيور سيرس فقط دي فيها الثلاثه بس بنسب 90% سيرس 10% النوعين التانيين دي اخبارها ايه؟ نو بيور سيرس 60% ميوكس و40% ميوكو سيرس ميكس نوعها بقى اللي هو الحته البايخه بقى كتابنا كتب دي برانش اسمها خلاص مفيش مشكله
لازم تصل بنت اصلا تحفظها في الكتاب المعاني عشان انت فاهم. يعني بقول هنا كلمه بلاش تقصد هي الضغط سيستم، يقصد ده الضغط سيستم المفروض اسمها صح كومباوند. وليه ازمه؟ ليه مش فيها تيوبلو؟ سيرة الصف مفيهاش ميوكس. يعني انت مختلفين دي نقطه تعالي مش كده، لكن نوعها ايه؟ ليه الباروت 1000 دولار؟ عشان فيها سيرس فقط، فيها برتقال فقط. طب دي ايه؟ يعني دي بالادمه. يعني فيها الفيولاي اللي هي سيرس وفيها تيبولز اللي هي ميوكس. دي مختلفين عليها. انا ما فيهاش سيرس، ما فيهاش البرتقال. ومع ذلك كتبها ايه؟ كتبها دي. التيبولو 1000. خلاص كده؟